وكان كل شيء كيدوي، كره الدراري كاينين في راسهم هادشي، كره الدراري كاع ميلو حر يوصلوا للبحر اصاحبي. انا كنشوف كان فهمتي كتبغي تعاون الدراري اللي كيبغيو يجيو للغربه وداك الشيء، وغنستغل نيت هذه الطلعه اللي طلعت معاك. حاليا الدراري كاين البرتغال، البرتغال طالبين بنادم فهمتي، ما تحتاجش الدبلوم، كتعمر غير واحد الاستماره كدوز 3 سيمانات شهر كيعاودوا يجاوبوك. البرتغال حل البيبان ياك، الدراري اللي باغيين يطلعوا لاوروب البرج قانونيا كنهضر بيان سور. مهدي دابا هذا البروسيس ديال البرتغال واش طويله شويه ولا قصيره ولا؟ لا لا ما كتاخذش بزاف. دابا هذا البلان ديال البرتغال شنو خاصهم ليا العميله فهمتي، وتا فرنسا راه تا فرنسا خاصها ليا العميله. اوكي فرنسا خاصهم فاش؟ خاصهم في البني وخاصهم في الفلاحه. سوف كو هنا كاينين حاجه شي ولاد ديال الكلب اللي كيبيعوا الكونترات غاليين فهمتي. الدراري اول حاجه هما راه فابور، تقيدوا في لاناتيك، تقيدوا في لاناتيك الدراري، حيت تما كاين كيجيو الكونترات وتما فين كاين البيع والشراء فهمتي. تقيدوا في لاناتيك وراه كيجيو مره في عام مره في عامين كيجيو لي كونترا سوا ديال الفلاحه ديال بوردو ديال فرنسا. اما دابا البرتغال محتاجه ليا العميله فهمتي. علاش؟ حيت ما تنساش راه هي غتنظم كاس العالم معانا. معلم شنو كدير؟ كتعمر غير الفورمولير، كيسولوك شنو كدير بحال الشكل ديال كندا، كيسولوك شنو كدير، شنو لي ديبلوم اللي عندك، اللغات اللي كتهضر بهم، كذا 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 كذا. من بعد 4 ايام 5 ايام كيجاوبوك فهمتي، وانت ورزقك كيجاوبوك واش تقبلات لك ولا ما تقبلتيش. سوا كيقولوا لك بعدا الا كان شي دوكيمون ناقص كيقولوا لك صيفطوا لينا. اما الا كان دوسي كامل مقاد دخل كتخدم نيشان ترافايور كيعطوك تيتر سيجور فيه عام عام غونوفلابل بيان سور، يعني لقيتي خدمه اخرى شي كونترا سي دي تبقى تماك غادي تجدد العقد. قراو اللغات الدراري وشدوا شي حرفه. الدراري اللي ما عندكمش شي حرفه سيروا ديروا الحلاقه. علاش؟ حيت الحلاقه واكله في اوروبا فهمتي. لك صحاب السبور خليو لي ديبلوم ديالك، انا كنت كندير سبور نفعوني لي ديبلوم ديالي اخوتي، حركوا ترزاقوا الدراري. باش نقول لك راه كاين لي كونترات، راه كاين باش تجي لفرنسا خلص 20 مليون ديال المطاشر ساهله هذيك، راه اي واحد يقولها، ولكن هو بغا يكون شي واحد طريقه ساهله وفابور. يعمر عقله كيف ما قلت لك بالثقه في الله. انا راه ما عمرني كنت غنقول غنكون في فرنسا. امين. انت فين عمرك انت كتقول غتكون في امريكا؟ وقعت من اخويا في المغرب وكنا كنجبدوها من تعرف من العافيه. لي زانفورماسيون اللي عندي ملي بدات الحرب ما بين اوكرانيا وروسيا، وفرنسا خدات الجهه ديال روسيا سدوا عليهم كاع الطرقان فهمتي. يعني ديك الطريق حيت الدراري كانوا كيديروا؟ كانوا كيمشيو من روسيا ولا من اوكرانيا وكيدوزوا على طريق بيلاروسيا وزيد حتى كيوصلوا حتى كيدخلوا لدوك على داك دول البلقان حتى كيلقاو راسهم فهمتي في شي دوله من لون الاوروبيه. كانت في الاول كانت مطلوقه، مي صافي منين بوتين سد عليهم الموضوع سد عليهم الغاز، من حيت حيت فرنسا خدات لابارتي ديال اوكرانيا فهمتي، ولاو فهمتي سدوا عليهم الموضوع. دابا هذيك اللعيبه ديال لا بلغاري وديال بيلاروسيا ولات نقدر نقول كاع مستحيله الى صعيبه. اما تركيا الدراري نساو تركيا الدراري، دارك انا بوحدي اللي عارف هاد الانفورماسيون. ترى عارفين بزاف، عاود نسالك وكان كلشي كيدوي، الكره الدراري كاملين في راسهم هادشي، الكره الدراري كاع ميلو حر يوصلوا للبحر اصاحبي. والله كاين بزاف ديال الطرق باش بنادم يحط رجلو قانونيا. اول مره غنطلع في لايف في حياتي وطلعت غير معايا السيد هذا، حيت كبرنا في درب واحد كان بيناتنا جامع، وعرفتو كيفاش بدا وكيفاش سالا. والنصيحه اللي غادي نقول لاي واحد كيتصنط ليه، تصنطوا ليه، حيت راه ما داش عليه اللي قليل، والحمد لله اللي ربي سهل عليه، واي واحد قلبه بيض وقلبه زوين غادي يوصل. ثق بيا، تعرف الحي محمدي والواحد دار تي ماكس في الايام حي محمدي وسكيليب مرو ما اول على شي حد، وانا تعلمت منه هاد القضيه هادي.